البيان اللي خرج انتو حركة النهضة ممضي عليه راجل غنوشي. راجل غنوشي نفسه اللي في السباح صرح انه قبل مبادرة الاتحاد الى اخره، يقول في البيان بتاعه انه لا مجال لاستقالة حكومة الترويكا الى اخره. ومن بعد تسمع مسؤولين الاثنين يقول لك الحوار سوف يتطرق الى طبيعة الحكومة. ايش معناها طبيعة الحكومة؟ معناها بتكون حكومة كفاءات ولا حكومة وحدة وطنية ولا لست ادري. هنا بطبيعة الحال هذا معناها هروب من المبادرة بتاعت الاتحاد المكشوف، لأن مبادرة الاتحاد المكشوف تعلنوا صراحة على ضرورة حكومة إنقاذ. معناها طالما أن حركة النهضة لم تقبل ببدء مسار الإنقاذ وهو مسار كامل ينطلق باستقالة الحكومة بتعويضها بحكومة إنقاذ، وبعد ذلك النظر في مسألة المجلس وكيفية تقليص من مهامه وتحديد مدته بالنسبة إلى البعض، بالنسبة لنا حل المجلس الوطني التأسيسي برمته وتقنين نجم نفسر هذا كيفاش. إذا شعرنا بأن هناك مناورة وهذا ما عبرنا عليه اليوم كجبهة إنقاذ وكحزاب سياسية، ولكن كذلك النواب كنا حاضرين ومثلين. خميس كان حاضر في هذا الاجتماع ومثل النواب، بالتالي هذا ما عبرنا عليه وقلنا راه هذه مناورة ولن نقبلها، وكان هناك إجماع حول أن حركة النهضة حبت تربح الوقت ككل عادة. الحاجة الوحيدة اللي نحب نقول أن حركة النهضة قاعدة تربح ربما الوقت لنفسها ولكن مش لصالح البلاد، البلاد قاعدة تخسر يومياً، وإحنا كذلك كنا كنواب وهذا أكد عليه خميس كنا في الاتحاد الصناعة والتجارة قبيلة بركة، وأكدت لنا السيدة وليد بشماوي على الخسارة التي قاعدة تكبدها الاقتصاد التونسي جراء هذه الأزمة السياسية، وكيفاش أنه التلاعب الوقت هذا يراه قاعد يخسر فينا. أنا أتساءل عن الحس الوطني وأتساءل عن مفهوم الدولة عند الناس هذوما، كيفاش ينجموا معناها في الظرف هذا الصعيب بتاع تونس، وهم يعرفوه الظرف صعيب وعندهم المعطيات اللي يحققوها ويغيروا في الأرقام هذا مع هذا الكل، وهم يواصلون في محاولات ربح الوقت. احنا نحب نعاود ونأكد ونكرر موقفنا وأنهي على هذا، نخلي الأصدقاء يدخلوا. نحب نقول حاجة واحدة، نحن متشبثون بموقفنا. علاش اتحاد الصناعة والتجارة يمكن له الموقف الأكثر تجذر في كل الأطراف السياسية والاجتماعية والمدنية في وعي بضرورة حكومة كفاءات غير متحزبة ترأسها شخصية مستقلة، يعني ضرورة اقتصادية استراتيجية وحيوية لتونس. أكدنا مرة أخرى اللي مطلبنا هو زيادة على أنه مطلب شعبي ووطني، لكن مطلب مقنع بالملفات والأرقام والناس تعاني. زيارة اللي قمنا بها اليوم للمنظمة التونسية للأعراف كانت تبرز أن هنالك تفاهم تام في خصوص المخرج الذي نريده لهذه البلاد من هذه الأزمة الكبيرة التي تمر بها، ولهذا احنا سعداء بأن نجد وأن كل الفرقاء والموجودين في هذه البلاد إضافة إلى الجمعيات والأحزاب وكل المتدخلين والشعب الذي هب بعادات آلاف لا يمكن أن نحصرها، مئات الآلاف يوم 6 ويوم 13، والتي تبرز أن هنالك توافق تام داخل هذه البلاد، أقول وأن هنالك أغلبية مريحة حتى لا نذهب يعني في ندخل في التفاصيل لفائدة هل أن الوضع هذا لا يمكن أن يستمر. باش نرجع للاتحاد العام التونسي للشغل، تعرضنا إلى موضوع من عرش أنتم ربما لاحظتوه، وهو هل أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو طرف في هذا النزاع أم هو وسيط في هذه المسألة؟ هذه مسألة مهمة، لأنه هو بطبيعة الحال ما ربما نسجله بكل إيجابية هو أنه أصبح يلعب الدور الوسيط، لكن في نفس الوقت وهو أنه عنده الاقتناع بما يتطلبه البلد من حلول التي تتوافق مع الموضوعية التي يفرضها تسيير هذه البلاد والمطالب الآتية من كل الجهات. حملة أرحل اللي هي انطلقت منذ مدة واللي تبنيتها جبهة الأنقاذ وتم الإعلان عليها منذ أسبوعين، وبعض التحركات بدأت في بعض الجهات، وهناك بعض المعتمدين اللي تم معناها سواء عزلهم بطريقة سلمية أو أنهم معناها خرجوا من مواقعهم بإرادتهم لأنهم عرفوا أنه الأهالي سيتحركون ضدهم. اللي نحب نوضحه وهو أنه حملة رحل هي تتويج للشهر من اعتصام الرحيل،
لأنه شفنا أنه حركة النهضة بالتعنت بتاعها بالمراوغة بتاعها بالمناورات بتاعها، وأنه الأذان الصماء بتاع كل المسؤولين اللي موجودين في حركة النهضة واللي ضاربين عرض الحائط المطالب اللي يدعو إليها اعتصام الرحيل وتدعو إليها كل القوى الديمقراطية والقوى المدنية في البلاد، خلانا نقول أنه يجب أن ينتهي هذا المسلسل المكسيكي. ونحب أقول لكم أنه بلادنا على شافة الإفلاس وعلى شافة الانهيار الاقتصادي، وهذا كذلك حتى باعتراف معناها البنك المركزي والمحافظ بتاعه إلى اليوم ما زال يتخبط حول تقديم هذه المعلومات أو معناها تخبيتها. المسألة اليوم اللي احنا نعيشوها واللي شفناها وخاصة الأسبوع الفارط بعد معناها التخفيض في الترقيم السيادي بدرجتين، واللي هذايا في دول ديمقراطية ودول أخرى تسقط حكومات من أجل ذلك. واحنا نحب نذكركم اللي احنا اليوم وبعد معناها 23 أكتوبر وبعد تنصيب حكومة العار هذه والترويكا الكاذبة، الترويكا اللي دخلتنا وصلتنا إلى متاهات كبيرة، نحب نقول لكم أنه 7 نقاط خفيف في الترقيم السيادي في تونس، وهذا مسألة خطيرة وخطيرة جدا. احنا طالبين الحكومة تستقيل اليوم وتقعد في فترة الحوار لتصريف الأعمال فقط، ما تعين حد شيء، ما تعمل حد شيء حتى لين الحكومة الإنقاذ تجي في بعد بضعة أيام وقت اللي يوفى الحوار. واحنا كنواب مش نقعد قدام المجلس الوطني التأسيسي حتى لين ينتهي الحوار والمطالب تكون متفق عليها، باش نبداو واضحين. في ما يتعلق بإمكانية انقسام المعارضة، نهنئوا الناس الكل، نطمنوا الحكام كذلك بأن المعارضة موحدة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مبادرة جدية كمبادرة الاتحاد تعاطى معها بجدية كافية، مش بمعنى القبول التام لكن بالجدية الكافية، أنه يشكل محور خلاف يقود إلى انقسامها. والحمد لله الآن المعارضة في جبهة الإنقاذ وفي منظمات وفي جمعيات وفي معناها ائتلاف واسع هي موحدة إلى حدود إنجاز أهدافها، وإن شاء الله تبقى موحدة كذلك. وأكثر من هذا ما يسمى بالوسطيين إحنا عندنا في مجموعة النواب بتاع تقريب المنسحبين والمعتصمين، حتى بالاختلاف بتاعهم كلنا موحدين، كلنا نسميكم بالتحالف الديمقراطي وهل يسميه هون مختلفين، بكلنا متفقين ما ثم حتى تقدم جدي في حلول للأزمة إلا بعد استقالة هذه الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات. إذا كان تلقى واحد من الوسطيين ولا من غير الوسطيين ولا من المطرفين يختلف في هذا قلونا، ولذا هذا الترويج لخلافات في صفوف المعارضة لا وجود له البتة. ليس هنالك مبرر بأن نواصل في تطبيع التنظيم المؤقت للسلطات العمومية، ويجب مراجعته وحصره فيما تستوجب هذه الفترة المتبقية على أساس وظائف معينة، بدون أن ندخل في إعادة العمل بهذا التنظيم بتاع السلطات اللي أبرز وأنه في نهاية الأمر وأنه كان سلبي جدا ولم يسمح لهذه البلاد في هذه الفترة بأن تتطور نحو النظام الديمقراطي، بل بالعكس ورات وأن التنظيم المؤقت للسلطات العمومية هو أداة بين أيدي الترويكا الحاكمة بأن توظف وتعمل ما تريد بمثل هذا. ولهذا في الفترة الانتقالية المتبقية ليس من بطبيعة الحال من المقبول وأننا نواصل، وأظن وأنها ستكون المعركة المقبلة هي معركة التنظيم المؤقت للسلطات العمومية قبل معركة الدستور النهائي في الفترة المقبلة. هو احنا تبدلنا الآراء حول المستجدات حول موقف حركة النهضة البارح اللي نعتبروه موقف لا موقف، معناها سي ان نون ايفينمون، ما كانوا جديين في التعامل مع مبادرة الاتحاد وقالوا احنا معاه، ولكن في حقيقة الأمر قالوا تحاولوا حول طبيعة الحكومة، في حين أنه موقف الاتحاد يعني قبول بحكومة الإنقاذ، وبالتالي لم يقبل بحكومة الإنقاذ، قالوا تون تحاولوا حول طبيعة حكومة ستكون سياسية أو مختلطة أو حكومة إنقاذ غير حزبية وغير سياسية. فنحن ما زلنا قلنا لهم باش يبلغوا موقفنا، نحن ما زلنا في انتظار موقف جدي من طرف حركة النهضة حول المبادرة هذه. فيما يخص الاتحاد الصناعة والتجارة أهم الحاجات، كيف معناها تبدلنا الرأي، عطاونا فكرة حول الوضع الاقتصادي العام في البلاد، المؤشرات الاقتصادية في البلاد اللي هي خطيرة وتنبأ بخطر كبير، وكيف عبرنا لهم
على مساندتنا اليوم، لان قاعدين تعرضوا برشا ضغوطات مساندتنا اليوم، وقلنا لهم راهو سنكون الى جانبكم عندما تكون عليكم ضغوطات، ولكن هما كيف كيف زاد متشبثين بالمبادره نتاعهم بموقفهم وباستقاله الحكومه بتعويضها بحكومه كفاءات وطنيه. هي معناتها قبل ما رئيس المجلس يعلق اشغال المجلس كانت لجنه التوافقات، في اللجنه هذه فيها رئيس المجلس الوطني التاسيسي والنواب يمثلوا معناتها لا ريبريزونتاتيفيتي نتاع المجلس. بعد ما غلق معلق الاشغال، اللجنه هذه اللي تكونت باطراف اللي ما همش حتى في لجنه التوافقات ومش هذا الموضوع، ماهيش لجنه قانونيه. توا على المجلس الوطني التاسيسي علق اشغاله، ما ينجمش يكون معناتها لجنه التوافقات بلاش رياست المجلس الوطني التاسيسي، دونك ماهيش قانونيه، واللي يخرج كل من اللجنه هذه ماهوش قانوني ومش مقبول.